في يوم من الأيام طلبت من أحد الزملاء إنه يرسم لي صمام 4x3 ويكون وضع السنتر كلوزد ويكون اكتيفيتد باي 2 سولونويد، يعني بيشتغل باتنين سولونويد. سهلة دي، تقدر ترسمها؟ ارسمها كده وكمل معايا عشان تشوف هل الرسمة اللي رسمتها صح ولا لا، زي المواصفة اللي باينة قدام حضرتك. صاحبنا ده رسم الصمام كالآتي بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده، هل هو زي اللي انت عامله ولا لا؟ قلت له طبعا لما شفته كده قلت له يا سلام، برافو عليه، هو فاضل لك بس حتة صغيرة وتصلح الصمام بحيث انه يبقى مظبوط ومرسوم اكوردنج ليه الستاندرد. قال لي ايه هي، فين حتة؟ هل الرسمة بتاعت الاتنين كويل كهربا مظبوطة ولا فيها حاجة غلط؟ قال لي ازاي يا باشمهندس، ده انا راسم الاتنين ايدنتيكال، يعني زي بعضهم بالظبط. قلت له يا ابن الحلال، ما هي المشكلة ان هما الاتنين مرسومين زي بعض، هما في حقيقة الامر المفروض ما يكونوش على هذا الوضع. قال لي طب ازاي يا باشمهندس، في دايرة من الدوائر بتاعت الاوناش اللي شغالة في الاوفشور عندنا موجود فيها السيمبل ده والرمز ده. قلت له لا، انا كده مش هصدق الا لما توريهاني بنفسك. قال لي خلاص هوريها لك او هجيبها لك المره الجايه، فالى ان ياتينا بها زميلنا العزيز ده خليني ابدا معاك القصه. بدايه احنا عارفين ان يكون عندي سلك كهرباء زي كده، والسلك ده امرر فيه تيار كهرباء هيتولد حواليه مجال مغناطيسي. اما لو جبت السلك الكهرباء ده ولفيته على شكل حلزون، هنا بقى هيتولد مجال مغناطيسي يبقى طبقا لايه؟ لاتجاه التيار الكهرباء اللي بيمر. مثلا لو اتجاه الكهرباء السالب هنا والموجب هنا، فهيولد مجال مغناطيسي مثلا الناحيه دي يبقى النورث والناحيه الثانيه الساوث، او اللي هي الجنوب والشمال. طيب عشان اركز الاشاره دي اخليها مركزه بدل ما يبقى الكويل كده، بنحط في قلبه بيبقى عبارة عن جزء كده معدني، هذا هو بيسمى الارميتشر، والارميتشر ده زي الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، هو ده الارميتشر اللي هياخد الاشارة يطلع لقدام او يرجع لورا. طب استفيد من الحكاية دي في ايه بقى؟ اقول لك انا في ايه. تعال بص كده، لو احنا عملنا قطاع في هذا الصمام زي ما انت شايف كده، هتلاقي فيه جوه في القلب بتاعه حاجة اسمها الارميتشر. الارميتشر ده بايت جوه الكويل بتاع الكهرباء اهو، ده كويل الكهرباء اهو، ولو احنا طلعنا الارميتشر هتلاقيه بالمنظر ده كده. ده مجرد ما انا ادي اشارة كهرباء على الطرفين دول هيتولد مجال مغناطيسي جوه الملف ده، هذا المجال المغناطيسي هيخلي الجزء ده يطلع ويتحرك لقدام عشان يقفل ويفتح. هنا السؤال بقى، لما اديله اشاره الكهرباء هنا انا عايزه يطلع لقدام ولا يرجع لورا؟ بص كده، ادي السبوله اهو في الحته دي، يبقى انا اكيد عايز اديله اشاره الكهرباء اللي جايه على الكويل ده بحيث انها تخلي الارميتشر يطلع لقدام، بحيث ان هو يزق لي الجزء ده. هل ده بيحصل فعلا؟ تعالوا نشوف الجزء ده هيحصل ازاي. ماشي، يا هادي يا رب. ندي بقى ايه اشاره كهرباء من هنا اهي، ادي واحدة اهي كده. شفتوا بقى، لاحظتوا؟ يعني معنى كده ان انا محتاج لما ادي اشارة كهرباء اطلع الارميتشر عشان يزق السبول اللي هيبقى موجود في الحتة دي، يحصل على اوضاع مختلفة بقى يخلي السلندر يطلع لقدام او يرجع لورا زي ما انت عايز بقى. الحالة التانية، بص كده معايا، ده عبارة عن سولونويد برضو، لما تديله اشارة كهرباء هيخلي البنز ده يحصل ايه؟ يرد للخلف. لما تشيل اشارة الكهرباء يطلع لقدام. تعال نشوف كده، اول ما ادي اشارة الكهرباء خلاص يبدأ يرجع لورا، وكأنه في لوك وهو بيفك اللوك ده، اشيل الاشارة خلاص يرجع تاني يقفل ويرجع اللوك مرة تانية. طب هل في تطبيق لحاجة زي كده؟ ايوة، هنا ده بقى بيعمل لي ايه؟ بيبقى راكب على جزء في المعدات المتحركة، زي مثلا اللودر هيدراماك اللي كان يعني اشرفت على تجميعه فترة من الزمن، وكان بيورد الى المحليات بعد كده عشان يشتغل في مصانع تدوير المخلفات. فبتلاقي في التصميم اللي زي كده بتلاقي فيه زي بنز صغير كده، او زي يعني زرار كده، بوش بوتون صغير لازم اضغط عليه عشان اقدر احرك اليد او الدراعات. ليه بقى؟ لان دي واصلة. بص بقى هنا، ادي الجزء ده راكب اهو هنا، وادي الكويل الكهرباء اللي بيخلي الجزء ده يتحكم في السواش بليد بتاعت البامب، فيخليها تفتح او تقفل الزاويه بتاعتها، وبالتالي تطلع زيت للموتور الهيدروليك اللي بيشغل العجل بتاع المعد. فاذا انت مش دايس عليه
مهما اتحرك خلاص مش هيتحرك، البتاع ده عامل لوك قافل، لازم ادوس عشان احرر اللوك، فيبدا اليد دي تبدا تغير زاويه الميل بتاعت الطرمبه، وبالتالي تغير الحركه عند الموتور، وبالتالي تطلع المعده لقدام او ورا زي ما انت عايز. طيب خلونا بقى نشوف هل الكلام اللي انا بقوله ده يعتبر استاندر برضو. خلونا نرجع للمرجع الرئيسي بتاعنا اللي كل ما نختلف نرجع له، وهو ايه؟ الايزو 1219-1. تعال بص كده، ادي شكل الكويل السولونويد، وبص هو بيقول لك ايه عليه، سولونويد كويل ويز وان وايندنج، يعني في بلفه واحده او ملف واحد. الدايركشن اوف اكتويشن الاتجاه الحركه بيكون فين؟ towards the valving element، يعني يتحرك في اتجاه السبول عشان يحركه. معنى كده انه في شكل تاني يدي حركه في اتجاه تاني. ايوه بص كده اهو، في نفس الرسمه ونفس اللوحه اهي، بيقول لك ان لما تيجي ترسم السولونويد فالف بس اتجاه الحركه بتاعته او اتجاه الاشاره بتاعته مايل لبره، يبقى بيقول لك ان ده سولونويد كويل ويز وان وايندنج الدايركشن اوف اكتويشن ايه بقى؟ اواي فروم ذا فالفنج اليمنت، يعني بعيدا عن الفالفنج اليمنت. الله، طب اذا كان عندي كويل وادي السبول وادي الارميتشر اهو السبول اهو، طب ما انا لو خليته يتحرك لورا يبقى مش هيعمل حاجه في السبول. عشان كده بقى ده اللي هيبقى نافع ليه، يبقى ده لما ادي اشاره كهرباء يرد العكس فيرجع لورا، تشيل الاشاره السبرينج يرده مره ثانيه. وصلت كده الفكره؟ وهنا بقى نرجع الى صاحبنا اللي رسم الرسمه بتاعه السيمبل. سؤالي بقى لحضرتك، انهي رسمه سولونويد هي اللي تعتبر صحيحه، اللي على الشمال دي ولا اللي على اليمين دي؟ اكيد الناحيه دي هي الصح، والناحيه دي المفروض تتعكس لها، تبقى بتبص على وضع الكروس او وضع المقص اللي هي جنبها، تمام. لكن صاحبي بقى لقيته فعلا جايب الرسمه بتاعته على وينش بتاع شغال في الاوفشور في مجال البترول، فلقيته بيوريني الرسمه ديت. لو انا عملت زوم وتكبير للجزئيه اللي هنا دي، هبص الاقي انه ادي راسم فعلا الكويل الكهرباء او السولونويد بتاعه على الشكل اللي انتوا شفتوه من شويه دلوقتي. يعني معنى كده الراجل برضو بيتكلم بستاندر. بس سؤال هنا، استاندر مين واستاندر ايه؟ اذا كنت انا اللي لسه قايل لكم دلوقتي على الايزو 1219-1 هو اللي بينص على انه شكل الكويل لما احب ارسمه ارسمه ازاي، ولو هرسم اتنين كويل يبقى برضو ارسمهم بيبصوا على الفالفنج اليمنت لجوه، مش يترسموا لليمين او شمال او باي وضع ما. هنا الحقيقه انا برضو تاني عشان ما اتسرعش وما اقولش حاجه انه هو مرسوم غلط او صح، قلت احتمال يكون الرسمه مرسومه طبقا لستاندر قديم وكان مش فارق معاه، فما كانش فيه اقدم من الايزو غير الانسي اللي هو Y32.10 ده. لقيت ان عند جزء الكهرباء اللي هو الكتريكال جايب السولونويد بيتكلم على انه لما يكون سنجل وايندنج، يعني كويل واحد او ملف واحد، بص راسم مره كده وراسم مره كده. بس هو السؤال ما حددش بقى هل انه الاتجاه ده towards the valve element ولا away from the valving element، ما حددش الحقيقه. لما جه رسم السيمبل بتاع صمام 4:2 راح رسم الاثنين كويل زي ما انتم شايفين في هذا الاتجاه، والحقيقه في مراجع لقيتها وفي حتى مجلات لقيتها واخده كتب عاملاها كريفرنس ليها في الموقع بتاعها. لما بتيجي ترسم السولونويد فالف الحقيقه ما بتهتمش خالص بشكل اتجاه الإشارة بتاعة السولونويد تبقى يمين أو شمال أو towards أو away from the valving element أو لا. لكن طبعا يتبقى لينا طالما أن احنا بنتعلم دلوقتي وفي وقتنا الحالي، يبقى على الأقل تبقى أنت عرفت الأصل بتاعها والصح بتاعها يكون ازاي. ماشي الحال. وهنا بقى نيجي لسؤال حضرتك، according للايزو 1219-1 الشكل اللي قدامك ده بيمثل ايه وعبارة عن ايه وتطبيقه موجود فين حتة؟ ومنتظر اجاباتكم في التعليقات. والى هنا تنتهي هذه الحلقة، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. سلام عليكم.